ينضم إلينا الآن الزميل الصحفي علي السمودي، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، لو تحدثنا عن وضع الإصابات الثلاث وإذا ما كانت مستقرة أم لا. نعم، لا، أصيبت 3 شبان برصاص القوات الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة. إصابة أحدهم وهو أحد مقاتلي سرايا القدس، كما قال الأطباء، خرج هو قبل قليل من غرفة العمليات، قالوا بأنه حالته خطيرة إلا أنها مستقرة. تم استئصال جزء من الأمعاء كون العيار الناري أصابه في البطن. الإصابتين تلقيتا العلاج وحالتهما بين متوسطة ومستقرة. ذلك حدث عندما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الواقعة بين قرية برقين ومخيم جنين ومدينة جنين، حيث قامت بمصادرة الكاميرات، وذلك كما يبدو بحثا عن مقاومين قاموا بإطلاق النار قبل يومين على قوات الاحتلال خلال اقتحامها برقين واعترفت بإصابة جندي إسرائيلي. خلال ذلك استغل الاحتلال الظلام وقام بنشر قناصة ووحدات خاصة في العديد من المناطق في محيط منتزه نيسان الواقع بين جنين والمخيم، وذلك لاستدراج المقاومين الذين تمكنوا من اكتشاف العملية فاشتبكوا مع قوات الاحتلال. المقاومين حضروا من مخيم جنين إلى واد برقين واشتبكوا مع قوات الاحتلال التي أطلقت العيار النارية بشكل جنوني، مما أدى بداية إلى إصابة شاب كان يقود دراجة نارية بعيارين ناريين في القدمين، كما أصيب شاب آخر في الصدر. أما الثالث وهو مطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي فأصيب بالبطن، وكما قلت حالته خطيرة إلا أنها مستقرة. انسحبت قوات الاحتلال بعد هذه العملية دون وقوع اعتقالات، لكن هذا كله يأتي على ضمن الاستمرار الاستهداف الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين بدعوى ملاحقة من تسميهم بالمطلوبين. نعم، بعض الأخبار التي وردت بأن هناك قوة مستعربة قامت بإطلاق النار على الإصابات الثلاث، البعض أيضا قال بأن لا كاميرات صدرت من المكان، والبعض الآخر تحدث عن عملية كبس سيارة في المكان، فيما نفى البعض الآخر. هل لديك أي معلومات دقيقة لبت هذه المسائل؟ نعم، كثيرة هي الإشاعات التي ترددت، ولكن بحسب الروايات النهائية التي تم يعني نقلها عن كافة المصادر سواء المواطنين أو المشاهدين أو النشطاء، أن الاحتلال أراد مصادرة الكاميرات من إحدى المراكز الموجودة في المنطقة، وخلال ذلك نشر الوحدات الخاصة التي نصبت الكمائن واشتبكت مع الشبان، مما أدى إلى وقوع الإصابات. الأكيد أن هنالك كان كمائن وانتشار الوحدات الخاصة بين أشجار الزيتون في الأبنية قيد البناء وفي محيط منتزه نيسان، وبالتالي الجنود قاموا بإطلاق النار على الشبان الذين هبوا لمقاومتهم، وهذا جزء من استمرار الاستهداف الإسرائيلي للمقاومين في مخيم جنين. قبل يومين كان هنالك محاولة تسلل تم إحباطها، وبالتالي الاحتلال يستخدم كل الطرق للوصول إلى هؤلاء المقاومين واستدراجهم ليكونوا ضحايا لنيران أسلحته. نعم، نتمنى السلامة للجميع، ولك أيضا الزميل الصحفي علي السمودي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.